من طرائف العرب أعزائي أن الناس كانوا يقولون لمن يتزوج حديثاً مبارك من القلب والعاقبة لكل أخي كلب. هذه هي العبارة التي كان العرب يهنئون بها بعضهم بمناسبة الزواج، تماماً كما نقول نحن بالرفاه والبنين، إلا أن العرب كانوا يقولون والعاقبة لكل أخي كلب في إشارة لعدم المتزوجين. فأخو الكلب هو اللقب الذي كانت العرب تكني به العازب، وقد قال شاعرهم: إذا أنت قاربت 30 أعزبا فأنت وكلب في الفناء سواء. وهذه أعزائي من الأقاويل الطريفة للعرب: مبارك من القلب والعاقبة لكل أخي كلب. أتمنى أن تكون هذه المعلومة قد أعجبتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، وتحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.